السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم إخواني النحالين بالخير والعافية. محاضرة اليوم ستكون عن قانون فارار الذي يجهله كثيرا من الإخوة النحالين. قانون فارار يتحدث عن زيادة الإنتاج بطريقة أو بعملية حسابية، حساب النحل السارح والنحل الحاضن وكمية الإنتاج داخل الخلية. قانون فارار إذا عرفه أخونا النحال يستطيع أن يحصل على إنتاج وفير من العسل. قانون فارار مع أستاذنا الفاضل الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. السلام عليكم. أريد أن أتحدث عن سلبية المساحة، سلبية المساحة في الخلايا الحديثة. بعض الناس يقول الخلايا الحديثة تحتاج إلى مكان واسع وتحتاج إلى مساحة. هذا كلام صحيح من جهة وخطأ من جهة. الصحيح من حيث أنك لو كنت نحال بتهتم بالتربية بالكم ولا تهتم بالكيف، يعني بتربي بالخلايا ذات الدور الواحد أو الصندوق الواحد، يعني بتهتم التربية ذات الصندوق الواحد. هنا صحيح تحتاج إلى إلى أعداد كثيرة، تحتاج إلى مثلا إذا كنت بتربي بالكم وربيت 50 خلية، 50 خلية من دورين أو 3 أدوار بتعطيك إنتاج 500 خلية من دور واحد، يقينا عن تجربة. بس تكون أدوار، تكون دورين 3 أدوار، أقل حاجة دورين، أقل شيء. فبتعوض التوسع الأفقي عن طريق التوسع الرأسي. يعني لو معك 50 خلية 3 أدوار، يعني وكأنك عندك 150 خلية. هذا بالنسبة للعدد، كان عندك 150 خلية كعدد، لكن إنتاجهن 150 3 أدوار تنتج ما يعادل 6 خلايا، كل 3 خلايا تعادل 6 خلايا، كل خلية أبو 3 أدوار تعادل 6 خلايا أبو صندوق واحد. لماذا؟ لأن قانون فارار يقول أن إنتاج كمية العسل المنتجة هي مجموع النحل السارح مربع مجموع النحل السارح مضروب في 2 تقريبا، هكذا القانون. يعني بيتضاعف إنتاج الخلية كلما تضاعف أعداد النحل السارح. فعندما تربي بالكم غير ما تربي بالعدد، العدد قد يكون معك الخلية فيها مثلا 2000 نحلة سارحة، لو أضفت يعني لو أضفت 3 خلايا كل خلية لحالها فيها 2000 نحلة سارحة، هنا كنت تنتج 2 كيلو و2 كيلو و2 كيلو، يعني 6 كيلو. بينما لو كانت الخليتين مع بعض، الخلايا مع بعض يعني، أو ضميت الخلايا مع بعض ثلاثة أدوار بيكون فيها مش 6000 نحلة سارحة، بيكون فيها أكثر، لأن جزء من النحل السارح بعد الضم، من النحل الحاضن بعد الضم سيتحول إلى نحل سارح، فيكون مثلا معك 10000 نحلة سارحة. فبدل ما تكون عندك الخلية كانت تنتج 2 كيلو من 3 الخلايا أنتجت 6 كيلو، ستنتج خلال 15 كيلو ضعف إذا كانت 3 أدوار. فخمسين خلية 3 أدوار توازي 500 خلية أو 450 خلية، بينما هي في العدد وكأنها 150 خلية. فتستطيع توفر بالتربية الحديثة الموجهة التي هي تهتم بالكم لا بالعدد، بالكيف لا بالكم، تستطيع أن توفر المساحة. كيف ذلك؟ بدل ما تحتاج مساحة، إذا كان عندك مساحة، هذه المساحة تكفي ل 150 خلية
150 خلية كل واحد لحالها كما هي طريقة أكثر النحالين. تستطيع أن تستغل ثلث هذه المساحة في تربية 50 خلية فقط وتحصل على إنتاج أعلى وتوفر ثلثي المساحة الموجودة عندك بالتربية الرأسية. بالتربية الرأسية وليس نحط خلية فوق خلية. نهتم بملكات وانتخاب ملكات حضانة بشكل جيد، ميالة لجمع العسل، ميالة لحبوب اللقاح، جمع حبوب اللقاح، ونهتم بها ونربي من هذه الملكات، وتكون اهتم بالتربية الرأسية، تكون معانا الخلية على دور واحد في أضعف حالاتها، في أضعف حالاتها تكون على دور واحد، ثم إذا بدأ النشاط تنتقل إلى الدور الثاني والثالث والرابع. هنا وفرنا مساحة ووفرنا عدد، وفرنا جهد أيضا. فهذه طريقة، أولا هذه طريقة لتوفير المساحة، أولا هو التربية بالكيف وليس بالكم. الطريقة الثانية لتوفير المساحة في الخلايا ورص كل أربع خلايا بجوار بعض تماما، ثنتين خلايا متلاصقتين وثنتين خلايا خلفهم، ثنتين خلايا اتجاه البوابة إلى الجنوب وثنتين خلايا خلفهم تماما وملاصقة لهم تماما واتجاههم إلى الشمال. هذه أربع خلايا. حط مسافة مر شخص يعني أقل من 50 سنتي، 40 سنتي تكفي، 50 سنتي ممكن. حط أربع خلايا هنا ستوفر أيضا في المساحة على الأقل النصف، على الأقل ستوفر في المساحة النصف. وفي نفس الوقت عندما تفحص الخلية الخليتين اللتين هما موجهتان للجنوب، ما يحتاج تزعج الخليتين الأخريتين الذي في خلفها موجهات نحو الشمال. هذه أبوابها متجهة هكذا وتلك أبوابها متجهة إلى هناك. في نفس الوقت تستطيع أن تربي بهذه الطريقة بالكم أيضا، بالكيف أيضا وبالكم في نفس الوقت. فتستطيع أن يكون معك خلايا كثيرة، أيضا خلايا تقدر ترفعها دور ودورين وثلاثة. عند النقل فيه طرق كثيرة جدا لتثبيت الخلايا ونقلها، كثيرة نحن لا نهتم بها ولا قد شرحناها ولا قد بيناها، لأنه ما في شحد قد اهتم مثل هذا الموضوع. عندما نرى ناس بدأوا يربوا في دور ودورين وثلاثة أدوار ويجي وقت النقل ويستصعب هذه المسألة، سنشرح له التقنيات اللازمة لنقل الخلايا وهي مكونة من دورين أو ثلاثة. ملاحظة هامة في مسألة التربية بالكم والكيف، بعض الناس ما تهمش المساحة. احنا تكلمنا الكلام السابق عن الذي تهمه المساحة، ما عند مساحة يضع فيها الخلايا. من المقترحات أنه يسوي له كرسي أبو دورين. من المقترحات أنه يربي كل أربع خلايا متلاصقة مع بعض لكن في كل ثنتين في اتجاه. ومن الطرق أيضا لتقليل المساحة هو التربية بالكم، بالكيف لا بالكم، يعني التربية الرأسية، الاهتمام بالتربية الرأسية والتوسع الرأسي. لكن هناك ناس ما يهمش، لا يهمون المساحة، يعني لديهم القدرة على أن يربي في مساحات، في مساحات كبيرة، ويكونوا يعني لديه عمال، واحد في هذا الطرف واحد في هذا الطرف، ما يعني سلبية أنه تحدث سرقات أو تحدث كذا أو تحدث كذا، ماش موجودة عنده. هذا يستطيع يربي بالعدد، يستطيع أن يربي بالعدد أثناء التربية إلى أن يقرب الموسم. عند قرب الموسم يقوم بالضم، يقوم بالضم ثلاث خلايا مع بعض، أربع خلايا مع بعض، خليتين مع بعض على حسب الكثافة. هذه أيضا من طرق التربية.
هذه الخيارات أمامك. أما أنك ترص تجي ترص خلايا فوق خلايا، الخلايا اللي فوق مظلومة، يستمر النحل فيها بالتوهان والضياع. ولذلك لم أجرب، لكن أنا أظن والذي جرب سيلاحظ أن الخلايا، وخصوصا في الخلايا التي هي مستمر فيها الفحص، تحتاج أن تفحص في الأسبوع مرتين كل 3 أو 4 أيام، خصوصا في ذروة النشاط، في ذروة أيام التطريد لازم تفحص كل 4 أيام كل 3 أيام. حين تعمل اضطراب للنحل يحصل له توهان، النحل خلال الربع ساعة هذه تعود كمية من النحل السارح إلى خلاياه، فيجد أن خلاياه ما عادش موجودة قد هي في الأرض، النحال فوق الخلية اللي تحت بيفحص فيها، منها ما ينزل إلى تلك الخلية اللي تحت، ومنها ما يذهب إلى خلايا أخرى، ومنها ما يستدل على خلاياه، فيحصل شيء من الانزياح أو توهان بعض النحل.